احنا على كل احنا ما يهمناش يعني فريق الحراش، ولا كل له خصم تاع 90 دقيقه. انا نظن بالك الفرق الوحيد هما الفريق يعني كان خذ الوقت الكافي يعني باش يحضر روحه، وانا نظن بعد 3 شهور ولا شهر قريب شهرين ونص تاع التحضير والمباراه الوديه اللي لعبوها، نظن ربما راح يكون عندهم اكثر انسجام، وربما في المستوى البدني ربما يكونوا احسن. ولكن احنا عندنا مجموعه يعني الانطلاقه تاعنا كانت متاخره نوعا ما، ما كانش عندنا الوقت الكافي يعني باش نحضر ليكيب تاعنا كما لازم الحال. اغلبيه العناصر تاع الموسم الفارط يعني غدوا الفريق، ولكن عندنا مجموعه من الشبان عندهم طموحات كبيره، عندهم اراده قويه، راهم هنا راهم موجودين كما قال لك، قاعدين يعملوا بكل جديه، كاينه مجهودات كبيره اللي قاعدين يبذلوا فيها، وراهم مستعدين ان شاء الله يعني باش يرفعوا التحدي، ولما لا ان شاء الله يديروا موسم على مو مقبول، وكما قال لك بالك راح يكون هذا موسم الفواجعه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. مرحبا بكم دابور عندنا هنا قناة الهداف، نتشرفوا بحضوركم. والله بالمناسبة هذه حبيت نغتنم الفرصة هذه باش نقدم الشكر للرئيس الفريق اللي ادى فيا الثقة، أني مشكور. ثاني شيء نحب نحيي ونشكر جميع من ساندني، خاصة والله من باب الطرف فقط، خاصة الناس من 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 محبي الفريق اللي مومندوني طلبوا مني اني ما نكونش، هذه يكنوا لي محبة كبيرة، خايفين كما قال الاخر، ولكن هذه مرحلة طلبت انه كمحب للفريق وكلاعب قديم في الفريق هذا، فريق هذا ما يخفكش انه في مرحلة ما كلاعب اعطاني الفرصه باش فرضت وجودي وعدت معروف في الساحه الرياضيه، وتسمحت لي الفرصه وتفتحت لي الابواب باش نروح للفريق الوطني. هذا شرف كبير للمدينه وشرف قبل كل شيء لي انا. اما فيما يخص هذه عوده للفريق نتاعي، عوده للعائله نتاعي، كما قلت من قبل اعطاني الفرصه باش برزت كلاعب، لما لا هذه فرصة أخرى كمسيرة رياضية في التدريب، لما لا؟ الواجب طلب أنه نكون في الفريق بالخبرة تاعي الصغيرة، نحاول أني أن نوظفها على الفريق. مرحلة مالجري مرحلة شوية صعيبة، ولكن ما هيش مستحيلة. الحمد لله عندنا ان بون ستاف تكنيك، عندنا ان بون جروب، رانا نحضروا في ان شاء الله مالجري 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 نقولوا نعاود، عدينا بمرحله شويه صعيبه خاصه من ناحيه التحضيرات، وين كانت التحضيرات متاخره بالظروف اللي كانت، ما ظروف صعيبه خاصه من ناحيه وين لقينا مشكل من ناحيه الماديه، ولكن الحمد لله الفريق راهو يخدم، الفريق راهو مكونسونتري للانطلاق تاع البطوله، ان شاء الله نكونوا في المستوى. حاجة اللي لازم نقولها وننسيستي عليها سي بيان، هي انه لازم تتضافر الجهود يد في اليد، لازم الناس كل تعاون، خاصة الإعانة الكبيرة وين عندنا الله يبارك في عنابة هنا إرث كبير، واللي نفتخروا به هو الإرث تاع القاعدة الجماهيرية اللي عندنا، إن شاء الله يساندونا. تحب ولا تكره هذا الفريق تاعهم، مش فريق تاع مسير، المسير ويجي ويروح، الفريق تاع راهو ملك مدينة عنابة، ملك الجمهور عنابة، إن شاء الله أوني لا باش نرجعوا الفريق هذا للمكانة اللي لازم يكون فيها، لأنه صراحة نتأسفوا الفريق راهو بعد نوعا ما على المكانة تاعو، أوني لا إن شاء الله نحاولوا يد في اليد باش نرجعوا الفريق للمكانة تاعو اللي يستاهلها، وإن شاء الله في آخر كلمة نطلبوا من الجمهور أنه يساندنا، لأنه الجمهور هو اللي عنده الدفع الكبير باش الفريق يمشي للامام. وبارك الله فيكم وربي يوفقكم ان شاء الله. بون السلام عليكم. التحضيرات راهي في اجواء مليحه، رانا نجيو فيها نهار بعد نهار مع الطاقم الفني والطاقم، الحمد لله راهي في ظروف جيده، الحمد لله لي بليسير اللي ما كانش، كانوا عندنا كالكو بليسير خفاف، مي الحمد لله دخلنا كل الجروب، مي الحمد لله احنا بريباري مباراه الحراش هذه ان شاء الله، نخليو 3 بوان لهنا ان شاء الله ونديرو ديبار مليح ان شاء الله.